بين شهرة الرجل المتزوج وشهرة المرأة المتزوجة أو شهرتهم اتنيناتهم في عالم واسع من الأحداث والمشاكل والخبريات يلي مرات بتكون معلنة ومرات لا، ومرات بتكون خطرة ومرات مش كتير. وهالشي بيرجع لطبيعة الشخص المشهور وكيف بيتعاطى بشهرته مع شريك أو شريكة حياته. بهيدا العالم نسمع تعابير سلبية كتيرة: الشك، الخيانة، الاستغلال، اللامبالاة وعدم الانسجام، حب الذات. ومنشوف نتائج بتتراوح بين الطلاق أو الانتقام أو الجفا والقبول بالأمر الواقع على مضض. ومنسمع تعابير إيجابية عن الدعم والمساندة والتحمل لأجل النجاح. هالشي موجود بكل أنحاء العالم، وفي حالات ما بتنعد وما بتنحصى لزواجات وطلاقات المشاهير اللي مطعمة بسلبيات وإيجابيات، لأنه الطلاق مش دايماً هو شي عاطل إذا كانت العلاقة وصلت لحيط مسدود. وعنا تعتبر النجمة صباح من أكثر الفنانات اللبنانيات يلي طلقوا وتزوجوا بعالم الفن. فينا نقول إنه الفنانة صباح أكبر نموذج للمرأة المشهورة اللي ما قدرت استقرت بحياتها لأنه شريكها كان عطول حتى ولو كان مشهور زوج الست. كمان الست ماجدة الرومي عاشت تجربة الطلاق مع السيد أنطوان تفوني بوقتها أنه الانفصال كان بسبب أمور مالية، والبعض قال بسبب خيانته إلها مع فنانة تانية. وبوقتها شكلت خبرية طلاق السيدة ماجدة الرومي صدمة كبيرة لجمهورها، لأنه ما كان حدا يتخيل أنه شخص ممكن يتخلى عن سيد بها الأهم الفنية الكبيرة لو شو ما صار. وبيتربع أيضاً على عرش لائحة حالات الطلاق بين المشاهير اللبنانيين الفنانة هيفا وهبي يلي تركت زوجها بسبب عدم قبوله أنه تحترف الفن، ومرأت بتجربة زواج مع طارق الجفالي من بعد شهرتها الكبيرة، وبعدين انفصلت عنه وتزوجت رجل الأعمال المصري أحمد بوهشيمة. الفنانة نجوى كرم كانت من الفنانات اللي عاشوا هالتجربة واللي أخذ موضوع زواجها حيز كبير بالإعلام اللبناني والعربي بسبب زواجها من رجل من غير طايفته ومتزوج وعنده أولاد هو يوسف حرب، وبعدين انفصلت عنه. وكمان ما منقدر ننسى الفنانة نوال الزغبي اللي حدث الطلاق بينه وبين زوجها السابق ومدير أعمالها إيلي ديب، واللي صار في بيناتهم تشهير وتجريح كتير، وكان موضوع حضانة الأولاد هو العنوان الأساسي للحرب بيناتهم. وبما أنه عالم الفن هو عالم المفاجآت، فينا نقول أنه من نماذج العلاقات الجديدة لهلأ علاقة المطرب وليد توفيق المتزوج من ملكة جمال الكون السابقة اللبنانية جورجينا رزق، واللي عايشين حياة سعيدة رغم بعض الاضطرابات يلي سادت ببداية علاقتهم. وكمان في المطرب عاصي الحلاني يلي تزوج من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولوس، وكان الزواج فاتحة خير عليه مثل ما هو بيقول. اليوم بالحلقة عنا شخصية فنية وشخصية رياضية، اخترناهن لجرأتهن وعفويتهن تيحكوا عن الأشياء يلي مرت وبتمر بحياتهن بعالم الشهرة يلي عايشينه، تنعرف كيف تعاطوا مع هالموضوع وقديش غير فيهن، ونشوف ونفهم منهن قديش لازم الشخص المشهور يحكي كل شيء ويخبر كل شيء، وهل بحق له يخفي الأشياء يلي بتجنبه التصادم، وهل ممكن يوصل للطلاق وتحت أي ظروف، وقديش ممكن يقبل أنه شريكه المش مشهور يعاني بصمت. مساء الخير. معجبينهم كتار، لكن أخبارهم كتيرة كمان، ولما يختاروا الشريك اللي بدهم يقضوا حياتهم معه بتتوجه كل الأنظار عليه، وكتار بيتمنوا يكونوا محله. إذا كان علاقة بين رجل ومرأة عرضة لتحديات كبيرة، فالارتباط بشخص مشهور بيضاعف هالتحديات وبيوضع الشريك تحت الرقابة الجبرية، فبالنتيجة إنك تكون زوج أحد المشاهير يعني إنك أصبحت حكماً ضيف شرف على مسرح الشهرة. أما قدام استعد تلعب الدور، فهالمسألة مرتبطة بخيارك إنك تكون تحت الأضواء أم تبقى بالذل، لكن بالحالتين بيبقى هالنموذج من العلاقات مثيرة للاهتمام إن من حيث جوانبه الإيجابية أم السلبية. فنسبة نجاح أو فشل هالنوع من العلاقات متفاوت ومرتبط باعتبارات كبيرة رح نناقشها بحلقتنا اليوم. نقول للقصة ومرته ميرنا رح يكونوا ضيوفنا اليوم. الفنان نقول القصة ابن مدينة زحلة بلبنان، ولد ب 3/12/1966 وشارك ببرنامج المواهب استوديو الفن عام 88 وحصد الذهبية بامتياز مع تقدير خاص.
ما اكتفى الأولى بموهبته الفنية يلي سألها بالعلوم الموسيقية وحاز على الإجازة من جامعة الروح القدس بالكاثوليك بالعام 91. شارك الأولى بعدد كبير من المهرجانات والحفلات بلبنان ودول عديدة من أنحاء العالم، وحاز على جوائز وأوسم التقدير بوطنه وببلاد الاغتراب. ما وقف الفنان النشيط على عتبة الغناء والعزف بس، بل دخل عالم التلحين والتمثيل ولعب أدوار بطولية عديدة. اليوم رح تلتقوا بنقول الرجل والأب مش بس الفنان، كما وأنه كان لنا لقاء عائلي ببيته لندردش سوا ونتشارك معه مع زوجته وأولاده بعض من أوقاتهم الحميمة. أنا ميرنا القسطى، مرته لنقول القسطى الفنان اللبناني. نحن قلنا 15 سنة مجوزين وعنا بنتين، بنت الكبيرة سارة عمرها 11 سنة والبنت الثانية ماريا عمرها 6 سنين. قبل ما نتجوز أنا كان إلي بعرف نقولها 8 سنين وكنا بالجامعة سوا، يعني بدنا نعتبر أنه نقولها بلش بهذا الدومين كنت أنا وياه من دو زيرو. يعني هلأ أغلب نقولها مثلا إذا بسافر شهر أو شهرين، يعني أنا مع الأولاد على طول. إذا حتى بيكون هو بلبنان هون أوقات بيقطع يومين ثلاثة ما بشوفهم للولاد إذا عنده شغل، أنا معهم على طول، بدرسهم، بخدهم، بجيبهم، بهتم بأغراضهم. بيزعجني أنه لما يكون عنا أعياد مثل نوال أمارات السنة البابا ما بيكون معنا، بيكون مسافر عنده شغله هونيك، فبنكون شوي زعلانين. بحكم أنه مشغول بفني كتير وشغلنا نحن ما بيشبه أي شغل آخر، واللي ما بيعرفوا بيجهلوا. في هم على طول مندور على الحديثة، في أوقات مثلا بحس في غنية لنقول نحبت، بصير أنا حلل إنه ليش هيك كذا. بهالطريقة بتكون بنت عم تحكيني عم تسألني سؤال، بكون أنا موجود بالجسم بس بالعقلات مش معهم أبدا، بتزعجهم. أول مرة بتقلي مثلا بابي ما برد، يا بابا ما برد، نقولها. بحكيك بكل صراحة وحتى نقولها بقولها بكل صراحة، أنا ما عندي الغيرة العمياء. إذا ما في معجبات، إذا ما في حدا مهووس فيه وبدق له بنص الليل أو وجه الصبح، ما بكون إنسان ناجح. ميرنا عم بتكون بكل شيء معي، بالأمور الكتير منيحة بتقلي روح حالك روح، وبالأشياء اللي بحس حالي أنا أنه خلص مش مزبوط الموضوع ورافض كذا كذا، روح حالك روح، شرفين قيمتك منه أنت مش مثلي. مساء الخير نقول للقسطى. مساء النور واهلا وسهلا فيك. شكرا. مساء الخير ميرنا. مساء. نحن كثير مبسوطين انه معنا اليوم انتم ببرنامج حكي كبار. شكرا. قبل ما نبلش القصص والمشاكل خبرونا كيف تعرفتوا على بعضكم. ميرنا بدي اشوف اذا بعده فايق هو. يلا نعمل تيست هلا. تعرفنا على بعضنا اثنيناتنا كنا بجامعة الكاثوليك روح القدس تلاميذ ميوزيكولوجي. ثابت انه ميرنا كنت قاعد بيتها قريب للفوايه اللي انا كنت مستاجرها، لانه انا من زحله ونزلت خصوصي واستاجرت فوايه. وهيك ثابت اوقات كثيره بالفوايه في كذا شاب، انا لحالي وكذا شاب، يعني بلشوا الشباب هيك يطلعوا مين جارتهم وكذا، كانوا حاطين عينهم على ميرنا. وصارت انا كنت عملت غنيه مش من زمان كتير، يعني عن انه رفقاتي دلوني عليكي اسمها تحدوني اذا بقدر ليكي، صار في نوع من تحدي بيناتهم، وكنت انا عم حاول انه وصلهم لحتى يحكوا معي. انه ليه ما كانت عجبتك؟ انه كانت عجبتني بس انه لقيتهم هني محمسين اكثر، لانه انا مش من الناس اللي كثير بشهق، يعني بنعجب على السكت وبهجم على السكت وبلطي على السكت، بس بتحمس كثير. بس بيمشي بالشمسيه تحت الكلوار عم بيتزهق، عم بفكر كيف بده يقول لي هابي بيرثدي ويعطيني الكادو. بعدين بلش جايين لهالقصص. بقى المهم انه لحتى شفتهم شوي هيك عم بتحاولوا يتغامزوا شوي، وانا وراي على المدرسه كان معنا صديقنا جاك حداد كمان بالمدرسه، هو المايسترو الاورجانيست يعني بيعرفها لميرنا، كانوا مع بعضهم
باك ميوزيكال. انا جيت من باك جراوند ماتيماتيك. ميرنا قلعت من اول دراستها قررت تعمل تكنيك ميوزيكال، كرمال هيك صرنا بنفس الصف انا وياها يعني بالميوزيكولوجي، لانه انا اكبر منها بشوي. قديش؟ كثير شوي. ايه وصارت الشغله بتعرفي على العشري، على اللي بنشوفها بالصف زيته سيابت اوقات تقعد حد نقعد مع بعضنا كذا، اتعرفنا وبلشت القصه مع بعض الامور الفكاهيه بهلا بنشوفها فكاهيه، بس بوقتها كانت كثير حلوه. اوقات كثير مثلا بدي اجيب لها هديه على عيدها، سيابت فت بالكولوار تبع الجامعه، كولوار مسقوف وكنت عم بتشتت الدنيا وعم فكر شو بدي اقلها، جايب لها هيك جيتار صغير بتنحط الصوره حامل كادر حامل الشمسيه، ضليت كل الكولوار طوله شي 300 400 متر حامل الشمسيه يعني شمسيه. ايه صاروا التلاميذ يقولوا لي انه شو حامل انه بس نقول انت تخرجت من استوديو الفن ب 88 صح؟ صح. يعني لما فتت درست موسيقى كانت العالم تعرفك. انا بلشت بالدراسه الموسيقى ب 86 87، واثناء طلعت استوديو الفن ونادي النوادي. يعني ميرنا وقت انت تعرفت عليه بالجامعه كان معروف نقولها؟ ايه نقولها قبل استوديو الفن كان في كذا بروجرام اخذ اولويه فيهم، كمان مش استوديو الفن بس غير ناس يعني كل العالم سمعاني بيقول القصه. ايه بس انا ما كنت اعرفه. ما كنت سامع عنه؟ لا ما انه انفحطت انه لا 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 انا ما كنت اعرفه. يقولوا لي كلهم انه يا عمي هذا نقول القصه انه معقول ما بتقول لهم؟ عن جد ما بعرف يعني ما كنت احضر هول البروجرامات الى انه اجى استوديو الفن وكان بالفينال بده يقدم اخر غنيه. كنت انا عم بتمرن بالجامعه بيانو، دق علي قال لي بليز في مجال تعملي لي شويه فوكاليز يعني. انا قلت له اوكي. بلشنا عم نعمل فوكاليز، بتعرفي ضحت ايدي شوي انا مش كاسات حاطين. قال لي بليز موزيل عم بتغلطيني انت، ما بتعرفي تدقي ما تتمرنيني. قلت له ايه ما بعرف دق. بلشت الشغله تحدي يعني شفت كيف؟ وسكرت البيانو. ايه وسكرنا البيانو وكفينا. عذبتيه شوي بالاول يعني؟ عذبتيه شوي هيك. وبعدين كيف تطورت هالقصه؟ تطورت الشغله بشكل طبيعي. اوقات كثيره نحن كانت ايام احداث اطلع على زحلي، اوقات سكر الطرقات ما اقدر اجي. بلش الواحد يشتاق، بشتاق وقت اجي. انا طريقه التعبير عندي ناقصه شوي، ناقصه كيف يعني؟ ما بعرف اعبر عن عواطفي. اللي جوا ما بيترجم بصدق من برا يعني، وهيدي مشكله. واذا بدك يمكن لو ما ميرنا استوعبت اللي جوا الاسلوب كان شوي ممكن يكون معاكس يعني. حتى بالاغاني يعني عاده الفنانين بيقدروا يعبروا عن مشاعرهم، ما هو الفن لنوصل رساله. ايه بس ما خص يعني. انا ولو كنت بغني ولو كنت معروف ولو كنت مشهور على المستوى الشخصي ما خص بعضها لانه طريقه تعبيري حتى لهلا يعني حتى لهلا تعتبر شوي منا كثير الاز مثل اذا بدك تمن الغنيه اللي هي شغلي انا. وهيدي لو ما استوعبتني ميرنا يمكن ما كنا سوا، لانه بس انا بضحك على حالي شوي بقول لهم هي الغنيه لالي يعني بغنيها لالي. كل الاغاني كلهم هيدي يعني فيها غرام وحب مجبوره تكون لالي. طب قد ايه ضليتكم سوا قبل ما تتزوجوا؟ 8 سنين. 8 سنين. ايه 8 سنين. هون كنت بلشت خلص فتت بالشهرة. ايه. وكله كنت عطليني هم. لكن احنا بلش يعني نحنا تعرفنا على بعضنا ما كان مشهور كتير وفنان معروف وهيك يعني، مشيناها خطوة خطوة. مشيتي معه؟ ايه مشيت معه يعني. بالأول النجاح والأكتر كنا أنا وياه يعني، قدرت استوعب كل شيء لانه بلشت دغري، مش انه تعرف علي معجبه ايه ما كنت من معجبات ولا نقولها. ايه يعني بلشت انا يعني انا وياه صرنا نشوف المعجبات، النجاح، الشهره. إيه من هيك يعني. إيه بس ما أهلا حسيت اهلا. إيه يعني خاصه عمه، لانه توفى بي قبل ما انا اتعرف عليها. إيه عمه مثلا ما كان مشجعة انه تتجاوز، مش نقولها انه من فنان كدومين فنان. شو كان يقول لك؟ وإما أكيد يعني يقول لي عمي بكرة هذا فنان بيتعرف على شي وحدة وبيتركك بهالبيت، شو بدك بهالشغلة؟ إنه هلأ هو قال لي كلمة أكتر بس ما قال عين قولها. ليه قوليها؟ لا مش حلوة، ما أنا حلوة. أوكي.
ايه بس لان انا كنت اعرف نقولها مزبوط يعني نفسيته مزبوط وجو بيتهم واهله كلهم يعني كنت اكيد انا 100% انه لا نفسيته نقولها غير يعني. طب ما حسيت انه قد ما بتعرفيه منيح لنقولها مع الشهره لان في كثير اشخاص لقيهم كثير بتصرفوا بطريقه عاديه وكثره الشهره كثره الشهره بتغيرهم شوي. ايه اكيد حسيت هالشيء مع نقولها او لا؟ طبعا. كيف؟ ايه يعني في اشياء بتقطع كيف بدي اقول لك الا ما الواحد افتحي قلبك ميرنا معلي انه نحكي اليوم بهيك يعني الا ما صراحة. الواحد يحس انه مزبوط هون تغير نقولها يعني وبالاخص هلا بالاشياء التكنولوجيا اللي عم تسبقنا نحن صار مفتوحه الشغله انه الواحد يقدر على طول يشك ويراقب ويتطلع. ايه يعني الواحد ما بده يكون حسيت حالك صرت بتغاري اكثر. ليك الغيره لا بتعرفي انه كل الاشخاص ما هذا اللي كنت بدي اقول لك اياه يعني بكل الكوبليت في غيره يلي هي ايه شغله كثير طبيعيه. ايه مش لما بتكوني مع شخص مشهور وهالقد معرض وهالقد عنده معجبات ما بتصيري بتغاري اكثر وبتصيري يمكن بدك تبحبشي باشياء اكثر؟ هلا عم بقول لك الغيره الطبيعيه يلي ما بتخرب بيوت يلي بس انا يمكن من جوا ايه هيك بصير عالسكت بقبش اعرف سؤال مش غير مباشر عرفتي انه طبعا انه بالنهايه انا انسان ومراه وفي حب يعني مش انه تجوزنا على مصلحه او على شيء. صح. ايه اكيد اذا بقول لك ما بغار لازم يزعل هو. في شي حادثه صارت معك هيك ضايقتك كثير؟ ضايقتني كثير بس ما خصها انه لانه فنان او لا. شو صار؟ لا انه كغيرة عم نحكي لا ايه غيرة او شيء صار مع معجبات او موقف حطيتي فيه انحرجتي او تضايقتي. لا هيك موقف مع معجبات لا بعد ما صار. بعد ما صار لا يعني ما فيك تكوني معه بمحل مثلا يجوا مثلا لا يمكن عليه او هي ونحن بنحبك وهيك وبلشوا بيتغازلوا فيه وانت قاعده. لا مع بالعكس تنبسطي. ايه طبعا. اوكي. لا مش حكي مثل ما بقولوا انه يا لطيف انه انا شو منيحه هيدا المزبوط يعني هيدا نفسيتي بس اكيد في اشياء يمكن ما خصه بالمعجبات وما خصه بالفن بيقطع شغله او بيقطع شخص او هيك. ايه بحرك غريزه الغيره عندي يعني صايره معي يعني مشهور او منه مشهور قلت لي هذا ما له علاقه بالشهره بالنهايه حيالله شخص ولو ما بغني ولو ما بيطلع تلفزيون يمكن مرته بتغار عليه اكثر بكثير بيخربوا بيوتهم. طيب شو صار ميرنا ما قلتي لنا شو هالحادثه اللي صار؟ مش حادث لا شخص يعني إيه؟ لهلا بعدنا مين هي؟ شخص هيك كثير بنت يعني؟ إيه اكيد شو بده يكون؟ إيه؟ بنت لا ميولي طبيعيه انا جدا لا لا بعرف انه ميولك بنت معجبه فيه يعني ايه او صاحبتكم؟ لا لا يعني باصحاب هو من اصحاب ما بتحبيها؟ مش ما بحبها بتضايقك بفضل انه ما تكوني بعيده تكوني بعيده إيه؟ وما برد عليك نقولها لا لا انا برد مش بس بوضعه برد بس برد هلا بس انت بتصير بتدافي يعني بتقلها لا هي منها هيك ابدا وهي كثير منيح لا بصير يضحك اكيد بضحك انه هلا بالنهايه في بالحياه يعني مش حلو روتين يعني مش حلو روتين وقت الاقي هالموضوع هيك بيستفزها شوي بحاول بدك تجرب يعني تولي يعني هيك انه بالعواطف مش كتير بعرف احكي وبهيك وضع كمان مش كتير بعرف احكي ما بالنهايه مش بس بالعواطف بدافع بقول له الله يا عمي انه طب شو خليك تعرفي انه تقولي انه في شيء او ما في شيء لانه الشغله اذا تخطيت حدودها بتصير تمس شخصيه الشخص انه طب ما عندك ثقه فيي معنى الحكي يعني بس ما بتجرب تفهمها شوي انه ما حق تحس هالشيء لك معها حق بتجرب تطمنها يعني عم تحكي لي انه روتين انه حلو بالكوبل يصير في شويه مشاكل بس بفتكر يطمنني اكيد لان هيدي من قبل ما نتجوز طمني وكتر يعني تجوزنا وبعدين بس الشغله بتصير يعني اذا بدي اقول لك مثل وقود مثل بنزين لا علاقه معينه وقتها تكون كثير يعني هيك عاديه صحيح انه انا ماني من الناس اللي نشاطاتي مقتل بعضها بهالموضوع هيدا لانه بس الفكره انه حلو يكون في نوع من هيك في ايه حلو. طيب انا هلا من اللي فهمته من ميرنا انه هي كثير تقبلت شهرتك وما عندها مشكله وبتنبسط لما بيجوا المعجبات لعندك على الطاوله وبيحكوك وبيتغازلوا فيك. صح. في هيدي هي هلا منا بلعتها
في شيء زعجة. شو بتعمل؟ شو هي هالقصة؟ مين هي هاي؟ بدي اعرف. ليكي هيدي بنت اللي بنت بدي اعرف بنت مين؟ بنت مين؟ معجبة فيك لا. يعني؟ هلا ايه كيف بتعرفي؟ لقيتي شيء او سمعتي شيء؟ لا معجبة فيها او انت إيه من نظراتها بتعرفي؟ كيف حسيتي؟ يا بدك ما تستدرجيني بالحكي خلص. هاي شغلتي مجبورة. لا في شك صار في يعني صار في هي بالدومين الفني يعني إذا بديك، وصار في مثل نوع من إشارات بسيطة اللي هي أنا ما في يعني ما في صد بشكل قاسي جدا، وعدم الصد بده يبين في نوع من قبول ولو بالشكل. هيدا اللي بيخلي اللي حفز لميرنا، وأنا إنه لا في دافع كتير لحتى إلا أنه أنا قديس كتير، ولا في دافع عن حالي، ولا في إلا لا ما بتسوى مدري مني كذا كذا لحتى لا، إنه في شيء منه ولو بالإشارات استفز لميرنا لحتى حاول بنفس الوقت ما برر حالي كتير إنه أنا قديس، ولا بنفس الوقت إلا أنه ما خاصني هي، إنه شغلي شائكي خلقت هالسوء تفاهم البسيط اللي خلص اللي خلص. نسائتها صارت على فترة طويلة يعني ما إنه هي. إيه صارت على فترة. خلص بالنسبة لك ميرنا. إيه أكيد أكيد. خلص. تبع عنوان عريض بس سريع بس إنه أنت مبسوطة معي ولا لا يعني. آخر الحلقة بتاعي. لا ما لا ما بدنا نجاوب هلا، بس أنا السؤال اللي بدي أسأله إياه، أنت عن جد قديس نقول؟ لا ماني قديس. بتسألي إله؟ إيه عم بسأله إله. بس لا بعد البريك حسأليك لإلك. بريك وبنرجع لكم. قلت لنصاحبك عمرتك عم ينحكى جديا بالموضوع، قلت لهم انه عم تحكوا جد؟ قال ايه. نقول انا قبل الاعلان سألتك إذا أنت قديس، قالت الميرنا هي بدها تجاوب، تجاوب بالأول تشوف خلي هو وآخر شيء جاوب. نقولها في شي مرة خنتها لميرنا؟ شي مرة خنتها لميرنا؟ ايه هذا بس الحكي بيني وبينك، ما في حدا عم بيسمع، بس نحن ثلاثتنا قاعدين. ايه عجب. لا لا انه شو بدك لك ايه يعني؟ لا تخلص حلقتك هون تخلص مفتكر بتقعي. لا لا اوكي ما انا مني كثير مقتنعه من تطليعاتك وضحكتك، بس حامل حالي انه صدقتك. اوكي نقولها ميرنا. نقول قديس؟ ما حدا قديس. لا صار في مره في شيء مره عرفتي؟ ما بعرف ما عرفت اذا خاني شيء مره او لا، بس لا اذا شيء نهار عرفتي خيانة هيك قطع منا انه علاقة حب. أنا شو بتعملي؟ اصلا كنت قل له من زمان يعني اول ما تعرفنا قل له ليك اذا بدك كل يوم كل يوم كل يوم بدك روح مع اوكي روح مع حدا، بس ما تكون شخص واحد على علاقة وبأنه شو يابا ما في حب بس شخص واحد على طول. بس يعني هيك عطيتي الضوء الاخضر. هيدي باردون قلت لك اول ما تعرفنا. اول ما تعرفته؟ ايه. هلا شو؟ شكرك انا ليه نقولها؟ قال يا الله لك هالبنت شو منيحه. لا لا اكيد بيظهر لي اظهر مع مين ما بدي، بس ما علي على شخص واحد بتجنن. لا بس انا مش يعني لا بس مش هالقد هو كل يوم يعني عم. اكيد كلمتها هي بفهم انه قالتها بخصوصا انه بوضعي الفني قديش بتعرض قديش بشوف قديش بنعجب قديش بعجب بس الفكره انه هي لحتى هالمسيحه تريحني، مش معناته انه انا بدي استغلها بكل حذافيره يعني. يعني الكل بالكلمه قالت لي اياها بتذكر يعني بفتره قعدنا بطريقه جديه انه مثلا هيدي حسيتها انه بتعجبها اذا بده تسيئي بالامور انه بدك تظهر بليز ظهر، بس اياك انه تصاحب علي. طيب هلا معنى الحكي هيدي الكلمة. يعني مين هذا السؤال اللي سالتي كي من شوي؟ اذا عرفتي انه عنده علاقه لا علاقه او قاطعه عابره تعملي حالك معك خبر؟ ايه بالطنشي
ليه يعني بتجربي تفهمي وضعه لانه هالقد معرض او طالما ما في هلا يمكن انا قلت لك ايه لانه هو وضعه بطمني اكثر، مسيرته مرتبه، سيته حلو، انه يمكن هلا قلت لك ايه لانه بعرف يمكن ما رح تصير، ما بعرف. بس قد ايه كمان صعبه قد ايه صعبه لإلك تقاوم يعني كمان حتى حيالها رجال، كل الرجال عندهم استعداد للخيانة، هذه شغلة طبيعية مع كل المعجبات اللي عنده إياهم، قد ايه معرض، قد ايه بتقاوم نقولها. هلا يعني كيف بدي اقول لك، موضوع كثير مهم وكثير عميق، وبنفس الوقت بالوضع الفني اذا بدك مقارنة مع احترامي لكل اصحابي واحبابي والفنانين، مقارنة انا من الفنانين اللي كثير عندي ضوابط، كثير مش شوي، احتراما لحالي، احتراما لبيتي، احتراما عندي بنتين عم بيكبروا. الله يخلي يعني لك اياهم. ميرسي. بقول لك شغلي مثلا، في احد الناس بالصحافه يعني اجتمعنا هونيك اجتماع من كذا سنه تقريبا، سنتين ثلاثه بالصدفه، قالوا لي انت مش ناقصك شيء، صوت وكذا، ويتغزلوا فيه بطريقه معينه، صوت وكاريزما وشخصيه ولا لا 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 كلهم هودي سوا، ناقصك بومينج حول اسمك. قلت لهم انه كيف، هات لنفكر سوا، هات لشوف. فكروا هيك، شو خبريه يعني او اشاعه او شيء هيك، قال ناقصك بومينج حول اسمك، سكوب سكوب، يعني تكون حديث الناس، وهذه الشغله انا انه قادر تكوني حديث الناس باي شغله نافره، بتكوني حديث الناس، الصعوبه انه تكوني بطريقه مرتبه بفنك او بتقديمك تكوني حديث الناس. قال هيك لنصاحبك عمرتك، عم ينحكى جديا بالموضوع. قلت لهم انه عم تحكوا جد؟ قال ايه، ما بيمشي الحال بهالايام غير ما بدك تعمل بلبله حول اسمك. قلت لهم هودي البنتين اللي عم يربوا بالبيت رح يفهموا انه عمل لنا بلبله اعلاميه؟ إذا رح يفهموها ممكن فكر فيها، بس إنه بخرب حياتي وبكبر بناتي بطريقة يحسوا إنه إيه المصاحبة على جوزنا أو على الكوبل عادية طبيعي. بس لحتى يصير حديث الناس ما تحلموا. قاموا قالوا لي إيه مش عايز، خليك مثل ما أنت بدك، هيك إنه تنطر غنيتك لينحكى، وما بدك يعني الفنان الآدمي بيدفع حقه 100%. هذا اللي بدي أوصلك، إنه الشغلة هالقد ميكانيك وهالقد ممكن تتفبرك لحتى الانسان انه لنصاحب او لمنصاحب او لنصاحبك رفيقك او بدهم شيء غير اعتيادي. وانا هيدي هلا عرفنا اللي بتطلع الاشاعات، لكن انا عم اقول لك علنا يعني بيركبوها، يعني بيركبوها، وما بدي فوت اكثر بتفاصيل لحتى ما تتوجه الاصابع على ناس معينه مشهورين. ما بنسمي حدا. ميرنا انت درستي موسيقى مثل نقولها انشهر وهيك، بتحسي حالك انت عايشه بالذل معه؟ لا يعني انا الدومين اللي درسته ما خصه بدومين اولى، انا كلاسيك يعني بيانو غربي على فكره. سؤال، لا انا بعرف انه غير، بس يعني انه هو فن بالنهايه، درستي فن موسيقى، كيف عم تقدري يعني بتحسي حالك انت يعني بالسؤال اللي برجع اسالك اياه، عايشه بالظلم عن أولى، أو أنت بالعكس يعني عم تجربي تدعمي تبيني معه لما بيروح على أماكن عامة، على مؤتمرات، على حفلات؟ لا أكيد، وقت المطرح يلي لازم يكون أنا موجودة فيه أكيد أنا بكون معه. وبعدين أنا في عندي شغلة، عندي تلميذة، عندي ناس، يعني يمكن ما عندي الشهرة كأنا ميرنا يعني لوحدي، بس في عندي حياتي العملية وأم الأولاد وست البيت والزوجة اللي في لزوم كون معه بكون معه، يعني لا أبدا مش بزر. يعني دعمتي كتير وسندتي كتير. أنا بقول لك إيه، إذا بتحسي بالعكس. هلا بدي أسأله كمان السؤال نقوله، إذا ميرنا كانت المشهورة كنت قدرت تتحمل؟ لا. ليش؟ هلا حتى ميرنا ما بتحس حالها انه كيف بدي اقول لك، لانه عندها استقلاليتها، واول ما تعرفنا على بعضنا ما حدا داب بالثاني بطريقه لا وعي، في وعي في كوبل واعي، يعني بطريقه في كوبل واعي وفي عائله واعيه، في غيره واعيه، وفي ما في شيء محطم يعني بكل بساطه يعني.
ميرنا مش من زمان بلشت تقبل تطلع معي بالإعلام، ما بدها إنه أنت المشهور، أنا خليني بالظل، يعني مش إنه كرمال إنه بدي بين أو وهيت لشوف شو وبدي بلش طل وهيت لنفخ لبين إنه أنا مرت فنين، لا 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 هذه لا مبينة، يعني أنا بشوفها لميرنا كتير متواضعة وكتير مبينة مقتنعة بحالك والحياة اللي عم بتعيشيها، يعني هذه شغلة كتير مهمة. حتى كمان الحلقة مش نحن هلأ عم نصورها، ميرنا كان ما بدها تطلع، ما بدها تطلع بأي معنى، إنه أنت الفنان، أنت حكي، أنت حكي عن حالتك، أنت كذا، يعني ما بدها تطلع، كيف بدي أقول لك، يعني مش ما بتحب الظهور، ما بتحب الأدواء، إيه؟ بس هيدي الحلقة ما عن الفنانين، بالعكس الحلقة عنكم، عنك أنت ميرنا، كيف هذا إيه؟ الشخص بيقدر يعيش مزبوط. مع شخص فنان مشهور. نقولا بتغار على ميرنا أنت؟ بغار على ميرنا؟ أو في كتير ثقة بالنفس، ما بقى يعني لدرجة ما بقى تغار؟ ما في شك انه في ثقة بالنفس، ما في شك انه حالتي حالي انا، يعني نشكر الله ما بحس في فويت، الله ينجينا، يعني ما بحس ابدا في فويت، ثقتي عمياء، ثقتي عمياء من خلال مش لانه انا مش لازم هيك يصير معي، من خلال ميرنا، من خلال ثقتها بحالها، من خلال انا اول ما بالجامعة يعني كون ماشي، من خلال حديث الحوالي كمان اسمع انه اوعى تقربوا هذه البنت، اوعى تقربوا عليها يا باطل، انه فكرة حالها شغلي وشايفي حالها وشو وهذه خلقت عندي حافز اساسي انه هل مفكرة حالها شغلي، مدري مفكرة حالها انه انتو كلكم خايفين لك وانا شو بعمل معنا، انه معنى الحكي انه عطتني يعني مثل حافز انه ايه واكتشفت هالموضوع، اكتشفت الاستقلالية بشخصيتها، حسيت انه قديش نحن ونحن كثير مختلفين، ميرنا كثير رايقه، انا كثير شاعل يعني بدي شغلتي هلا، لازم هلا تعادل من اثنين، ايه بدي شغلتي بكبسه زر هلا، ميرنا لا يعني مثل السفنجي بتمتص اذا بدك صدماتي، انا مش مختلفين، بكذب عليك اذا قلت لك مش مختلفين، بس اوقات كثير بيكون من زياده حماسي، أوقات كتير بختلف أنا وياها من زيادة امتصاصها، من زيادة هالقد بتمتص، هدول لا هذا صار طبع، يعني هذا طبع من اللي نشوفه، إيه بس هذه مش هيني، هذه لأنه أنا أكيد منها هيني، هم شغلي ما تستهوني، اللي ما بيعرف أسرار شغلنا ما بيعرف شيء، بس بيشوفونا لقطين الميكروفون عم نضحك وعم نغني عالم آخر يعني. بس إيه وبيقول بصير أوقات سؤال، نحن أنا كفنان سؤال بيطلعني والسؤال بيجيبني بالأرض من حي الله مستمع، بدك تضلك كتير يعني بدك عم تنتبه، تضلي ايه هالريجلاج انه لا السؤال الحلو او بالاحرى الرأي الحلو يسكرني ويحطني بمطرح مش حاسس بشي، ولا اللي السؤال المحبط ينزلني بالارض، هالريجلاج بياخد من اعصابي، اوعى تفكريها شغلي هاي. بتحسي نقولها مع العالم والمعجبات والمعجبين شي وبالبيت شي تاني، او ما كتير في هالفرق بالشخصية؟ لا بقلش هلا، بالنهاية الشخصية موجودة، شخصية واحدة يعني، بس ما في شك انه اذا هو معصب في شيء مشغل له راسه، في شيء تعبه، اكيد وقت يلتقى بمعجبين ومعجبات ومع الناس ما رح يعيط عليهم. مزبوط. طبعا بده هذا انا اللي بنستوعبه، حتى الاولاد عم بربيهم على هالشيء، انه وقت يكون في ضغط شغل، وقت يكون في شيء مشغل له راسه، في شيء متعبه، اذا بالبيت ما بده يفش خلقه ويرتاح ويحس حاله انه بمطرح الامان، يعني وين بفش خلقه بالعالم يعني، لا اكيد بده يعني، وهيدا الشيء بتعب زياده، انه تكوني انت زعلانه او تعبانه او شيء وبدك تضحكي، مثلا انا ما في اعملها، انا زعلانه الناس كلها لازم تعرف انا زعلانه. ميرنا يعني اذا بدي رجعك لورا شوي بالزمن، بترجعي تسمعي عمك عم بيقول لك ما تتجوزي فنان لان بيظهر عليكي، ومثل اللي خبرتينا باول حلقه، بترجعي بتعمليها غير نقولها؟ ما بقعد بعمل مع نقولها، لا اكيد بترجعي بتعمليها. إيه يعني برايك انت انشهر او ما انشهر، يعني حياه الزوجيه بالنسبه لك ما تغير شيء؟ لا ما انه اذا ما كان مشهور يعني كانت حياة افضل، يعني مرتاحه معي، يعني مبسوط بعد بعدنا مبسوط معي، صار فيك تقول مبسوطه معه؟ ايه طبعا ما كنا هون نقول. طيب انت مبسوط مع ميرنا؟ اكيد مبسوط مع ميرنا، يعني بتمنى مثل ميرنا لاي انسان ممكن يعيش حياه بسلام يعني،
ويحس حاله انه عنده قيمه. اكيد بنسمع بعض الاخبار بعض الفنانين نحس انه لا الفن هي مرته بدها تصير تاخذ الاضواء اكثر منه. اي ما انا مرت فلان ومرت مش لحد ما راح تاخذ الاضواء اكثر. اذا بدها تاخذ الاضواء بدها تطلع بالممنوع او ما بعرف شو بدي اسميها. نرجع هون نرجع في ام في عائله بدها تربى. صحيح انا بفتخر فيها لاطلع انا اطلع بالاعلام ونطلع وتتحدث وكل شيء مش لتحكي عني، لحتى اذا بدك اول شيء يحضرونا اولادنا ويشوفوا حتى بالاعلام مثل بالبيت وممنوع الاشياء النوافذ. هيدا هيدا اللي كنت بدي اقول لكم، انبسطت فيكم كثير لان اول شيء حكيتوا بصراحه، حكينا مع فنان عن اشياء شخصيه لإله عن اشياء بحسها، بعدين عم تقول لها ما بتعرف تعبر. انا بالنسبه لي عبرت كثير منيح نقولها يمكن بالحوارات كثير منيح الرساله، وكنتوا صريحين ومهضومين كثير مع بعضكم. انا كثير انبسطت فيكم، ميرسي كثير نقولها. شكرا لك. ميرسي ميرنا. شكرا. نحن بريك ونرجع لكم. بلش مثلا نعرف شوي شوي، كنت معه بكل هالمراحل، فتخطيت مرحلة انه مثلا اتضايق اذا وحدة اجت سلمت عليه او باسته او عبطته. التقرير اللي رح نحضره هلا عن رياض اللبناني حولته بطولاته لشخص كتير مشهور. النمر الخطيب أبو جهاد وغيرها من الألقاب يلي ما تعبت الجماهير اللبنانية من مناداتها على مسامع أفضل لاعب كرة سلة بتاريخ لبنان فادي الخطيب. ومن دون أدنى شك أصبح الخطيب عنوان ناصع لكرة السلة بلبنان بعد تألقه اللافت مع الأندية يلي لعب لصالحها بالإضافة للمنتخب الوطني. الخطيب من مواليد الأول من كانون الثاني 1979، لعب لأبرز الأندية اللبنانية وحقق نجاحات كبيرة خصوصاً بالفترة الذهبية حين كان لاعب بصفوف نادي الحكمة. واستطاع الخطيب الوصول لكأس العالم 3 مرات متتالية بال2002، 2006 و2010 وحقق إنجاز عربي فريد. أما أفضل من أدلى شهادته بالخطيب فكان الأسطورة مايكل جوردن يلي أبدأ إعجابه بفادي لصحيفة نيويورك تايمز بالعام 2003 واعتقاده أنه من أقوى اللاعبين يلي لازم يكونوا بدور الرابطة الأمريكية الـ NBA. فادي استضافنا ببيته لنتعرف أكثر على حياته الخاصة البعيدة عن الأضواء والشهرة. هنا أتاسي الخطيب، صرنا مجوزين 8 سنين، عنا ولدين اسمهم جهاد وهادي. تعرفنا على بعض على البحر، كنا صغار يعني، كنت أنا 14 سنة وهو 16 سنة، وضلينا 9 سنين قبل الجواز مع بعض، قصة حب طويلة يعني. الشهرة شيء كثير حلو بس ما بحياتي جربت شوف حالي على حدا ولا عندي روح العظمة أو تكبر على الناس، لأنه هيدي بالنهاية نحن نلعب سبور ونلعب لوقت معين. أنا رافقته بالحياة تبعت الشهرة، بلش مثلا نعرف شوي شوي، كنت معه بكل هالمراحل، فتخطيت مرحلة أنه مثلا اتضايق إذا وحدة إجت سلمت عليه أو باسته أو عبطته. وقتها أكون مثلا عم بسوق سيارته لفادي، هي في مي إجمالا بتكون، فبشوف هيك بنت عم تلحقني، عرفتي كيف؟ ضلت تسابقني تتحركش فيي هيك، انا بكون من جوا عارفانه انه هي فاكره فادي بالسياره. اخر شيء بفتح هيك الشباك بعمل لها هاي. الاولاد بيطلعوا بفادي كانه هو مثلهم الاعلى. كان بابا ابوي عم بيجيبني من المدرسه وقف عند الكبار، صاروا يلعبوا الكبار، بعدين اجوا كلهم مع الورقة وصاروا يكتب لهم. لما اكون مسافر بهيدي بدك تقولي اسوأ بارت بحياتي بتمرق الي وللولاد. لما يسافر بنبكي. صح
صرنا 9 سنين مجوازين وان شاء الله العمر لقدام، واكثر شيء بدعي له الله يخليه بصحته ويضل العالم بتحبه، لانه محبه العالم كنز هيدا يعني عند فادي وعندي وعند اولاده. دكتور رائد محسن رح يكون ضيفنا الليله لنحكي عن تاثير الشهره على الحياه الزوجيه سلبا وايجابا بعد البريك. يعني مجتمعنا بيختلف شوي الامر، لانه ما كثير كل الشباب معوده انه الزوجه تكون هي المشهوره وتحت الاضواء. مساء الخير دكتور محسن، واهلا وسهلا فيك برنامج حكي كبار. لكن نحكي عن تاثير الشهره على الحياه الزوجيه. نحكي. السؤال اول شيء، كيف بتاثر الشهره على الاشخاص؟ يعني هل هي بتختلف حسب شخصيتهم؟ يعني بتختلف حسب كيف الواحد اجت الشهره، هل اجت فجاه او كان تدرج بحركه تصاعديه تدريجيه، معناتها انه قدرت او قدر انه يتفهم انه انا عم بصير ناجح بمجال عملي. كل ما صرت ناجح بمجال عملي كل ما انشهر اكثر، معناتها هذا صار في تكيف تدريجي، قادر انه يستوعب يمكن حسب شو نوع الشهره اللي هو فيها او اللي هي فيها، ممكن تحت الاضواء، معناتها ما اجت الاضواء دغري عليها مره واحده بشكل مفاجئ، لكن كان تدرج، فاذا تكيف هذا. بنحكي عن تدرج، معناتها صار في تكيف، معناتها استوعبت. من هون بيجي منطق انه راسه ما حمله، اللي صار مشهور راسه ما حمله. هلا بس بضل بيتغير. لا دكتور، يعني حتى لو صار تدريجيا، لا بيتغير الواحد ما حسب كمان هون اذا في تواضع او ما في تواضع، حسب اي بيئه كان. يعني هون التربيه لها علاقه، التربيه لها علاقه، بمعنى كمان الاهل، يعني الاهل هن مثل لاولادهم، اذا كانوا مضروري كانوا مشهورين بحياتهم حتى ابنهم او بنتهم يتبعوا خطاهم، لكن بنجاحاتهم بمجتمعهم بمتحدهم، وقت كانوا يعملوا شيء منيح كانوا متواضعين او كانوا مثل ما بنقول بالدارج يفشخوا او يشبحوا او شايفين حالهم بقى هون بيكون انه مضروري بيو كان مشهور بشهره الاضواء اللي هو مشهوره، لكن قدر يستوعب، قدر اتحمل انا النجاح اللي في. وبعدين فيها مساله الانا، الايجو، انه اذا هو انسان متواضع معناتها انه الانا عنده ما بتكون نسميها منفوخه، فمعناتها انه بكون مقبول اكثر بين زملائه بالعمل اللي هن بمضمار عمله كمان، او وصحبه مع الكل، او يتعالى عن الاخرين، او يتعالى عن اصدقائه وصديقاته القدامى. صار عنده دوائر اصدقاء جديده، تخلى عن القديمه او زاد على اصدقائه القدامى. يعني كل هدول العوامل تلعب دور. بما انه نحن ببرنامج حكي كبار بنركز كثير على الزوجين يعني والحياه الزوجيه، بدنا نحكي عن تاثير لكن الشهره على الزواج. هل بيختلف الامر اذا شخص انشهر بعد الزواج او قبل الزواج كان مشهور وتزوج؟ هلا اذا قبل الزواج كانت مشهوره وتزوجت هو او هي، معناتها انه هل الحبيب او الشريك انجذب لها بس للناحيه اللي فيها نجوميه صح التعبير، او منجذب لها كانسان وبمجال عملها هي بارعه وهي مشهوره؟ ونفس الشيء للرجل، فاذا زوجته كرمال لانه هو بس معروف، اذا على الصعيد الرياضي او الصعيد الفني او على الصعيد الحقوقي او صعيد السياسي، يعني ان لم يكن نائبا في المجلس النواب كانت هي انجذبت له، او هذا كان عنصر، ممكن يكون عنصر مساعد مش غلط، لكن لانه هو نايب او وزير او شيء كان، او لانه هو رياضي معروف انا انجذبت له. لو ما كان رياضي وكان موظف بمجال ما عليه اضواء ونفس الشخصيه ونفس الكرم او نفس البخل او نفس الاخلاق، كانت انجذبت له لو صار له مجال انها تعرف عليه وتزوجت منه. اذا تزوج تعرفت عليه وبعدين صار في شهره، فاذا هون هل هي داعمه كانت له بمسيرته للشهره؟ فاذا الجواب هو ما معقول الواحد بشكل عام يكون ناجح الا ما اذا كان في دعم بعائلته،
فاذا هي عنصر مساهم للشهره هيدي هون. هل هو تكبر عليها من بعد الشهره؟ يعني ما في حالي احسن من حالي؟ لا ما فينا نقول ايها افضل، ما فينا نقول اي افضل، بيبقى في الخميره مثل ما بنقول الخميره، خميره الانسان من جوا. وبيختلف الامر اذا الرجل كان مشهور او المراه كانت مشهوره؟ يعني مجتمعنا بيختلف شوي الامر، لانه ما كثير كل الشباب معوده انه الزوجة تكون هي المشهورة وتحت الأضواء. بتتطلب رجل معاصر وبنفس الوقت متفهم للمرأة ودورة وداعم لها باعتبارها أنه إنسان، وهو إنسان وحلا واحد منا يمكن يبرز مجال عمله. هلا يمكن هو ناجح، ممكن يكون ناجح أكثر منها مجال عمله، لكن مسائب مجال عمل ما في أضواء، لكن مجال عمله في أضواء. أضواء بمعنى أنه معروف من قبل العامة. بيصير بغار؟ يعني بيصير في غيره؟ إذا نحكي شوي عن شريك المشهور بيصير بغار عليه او بغار منه حسب او العكس؟ يعني حسب مين؟ هلا في الغار عليه وغار منه. هذا عم بسأل. غار منه يعني بحسده او بحسدها. ممكن يصير فيه اذا كانوا اثنيناتهم من نفس نفس مضروب نفس المجال العمل، لكن انه ماني ناجح انا بعملي ما هي ناجحه بعملها، ممكن يكون في غيره. لكن برجع بقول انه كل واحد المفروض يكون مكتفي بخط العمل اللي هو فيه، بالمهنة اللي هو فيها. هلا بغار عليها بترجع للثقة بالنفس، إن كانت ثقته بنفسه متدنية فإذا حصير في عامل غيرة، وإن كانت في شك فيها يعني ما في تراست ما في. كمان دكتور محسن إذا نحكي عن شريك الشخص المشهور بحس حاله يمكن لأنه هو تحت الأضواء، كيف لازم يتصرف؟ يعني بتشوف كتير أشخاص مثلاً لا بيحبوا يظهروا مع شريكهم تحت الأضواء ويعملوا مقابلات ويحكوا عن حياتهم الشخصية، بتلاقي شركاء أبداً يعني بتلاقيهم ممحيين وما بنعرف، مرات ما بنشوف صورهم. شو الأنسب لهم كزوجين كعائلة؟ ممكن يكون إنه يعني كمان هون ما في جواب لهذا الشغلة، حسب ما في هيدي أو هيدي، في شو كيف بيرتاحوا. يمكن تكون هي ما بتحب الأضواء وهو ناجح وبيروح ومقابلاته إلى آخره، وهي تظهر ببعض المقابلات حسب إذا شيء بفيده أو ما بفيده، يمكن هي أبدا ما بتحب. فهون شريك المشهور أو المشهورة مسألة هي لازم تفهموا عليها من قبل، إنه ما تطلب مني روح على مجالس فيها عجقة أكثر من 50 شخص. يمكن تقول له مثلا أنت بتحب هيك برتاح هيك، روح مطرح ودك، أنا ما بقطع بي بدي اقول بالنتوركينج تبعك، يعني من فرصك لاستثمار علاقتك مع الاخرين، وهذا فرصه لك انك تعرف اكثر. ما راح اجي انا اقول لك لا ما بروح وانت ما في تروح، يعني لن اكون عائقا، لكن انت روح. بس انا لما يكون في عندك ان كان سهرات اجتماعيه او اي نوع من اللقاءات تبع ال 20 شخص بقدر احمل، اكثر من هيك ما بحب. حسب كل واحد وقدراته يعني. لذلك ما في هيدي او هيدي. طيب دكتور رائد، يعني بنسمع كثير بالطلاق عند الأشخاص المشهورين، يعني تجوزوا ما جيبوا أولاد، رجعوا تجوزوا مرة تانية، تعدد الشركاء، شو السر؟ ليه هيك بيصير؟ هل هي إغراءات؟ الإيجو كبر كتير؟ شو بيصير؟ لا هي نسمع الطلقات وين ما كان، لكن نسمع الطلقات عنهم لأنه الناس بهم أمر معروفين. يعني إذا بس بيطلقوا كتير كمان، ما في كمان أنا بجيب لك ما رح جيبه، بس بعرف أسامي كتير ما أنه مشهورين أبداً وبطلقوا كتير، بس ما بنسمع فيهم. يعني ما عندهم استعداد هن للطلاق اكثر بالنمط الحياه اللي عايشين فيه، الاغراءات اللي بتصير، الشهره. هلا هو يعني يمكن صعب حدا يصدق هالشيء هذا، لكن الاغراءات اللي عندهم اياها مثلهم مثل كثير من الناس منا تحت الاضواء. هلا خلينا نقول مزبوط صحيح، لانه تحت الاضواء، لانه بيتعرفوا كثير، لانه مشهورين، قد يشعر او قد تشعر انه انا في احصر على الرجل البدي على الامراه البدي اياها. من هون يمكن يغيروا كثير شركاء او شركات. بس عبول كمان في ناس منهم تحت الاضواء، نسبتهم بالنسبه للطلقات وللتعرف وللقيام بعلاقه خارج اطار الزواج مثل المشهورين. لكن المشهورين الكل ناطرين فضيحه فلان مع فلان لانه معروف او معروفه، لانه سياسي او فنان او محامي معروف او شيء بقى زن بالاعلام او شيء، بقى بيكتبوا عنه مجله، بيعملوا عنه سكوب بالتي في بالصحافه الصفراء لانه معروف. بس طب هذيك الناس مش معروفين ان كانوا اساتذه مدارس او جامعات او موظفين او محاسبين او سائقين سيارات عموميه او موظفين مصارف، انه ما حدا رح يكتب عنه لانه ما كثير بهم الناس امرهم. صح يحكوا عن حياتهم الشخصيه؟ يعني هيدا شيء الواحد راجع كمان بيرجع لهم.
بقول انه صح او مش صح واحد يحكي عن حياته الشخصيه، يعني اوقات كثير بستغرب انه ليه، انه شو بهمني اعرف عن حياتك الشخصيه، لكن لما لقي انه في ناس كثير بحبوا يعرفوا عن حياته او حياتها الشخصيه لهالانسانه المشهوره، بقول اه فاذا هي المقابله بالتلفزيون عنها وعن حياتها الشخصيه، لانه في ناس عم تتفرج وبهم الامر. طبعا في ناس كثير بقول ما في شيء وهذا شيء بسلي بقوم اتفرج عليها، بس كثير منا بقول شو بهمني هلا انت وباي مدرسه رحتي او كيف تعرفتي على فلان او 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 خلافك مع الفنانه الفلانيه، بس في ناس بهمهم الامر هذا، لو ما هيك ما كانوا بيطلع لهم مقابلات على التلفزيون وبالمجلات. صح. تاثير الشهر يعني شهره الاهل على الاولاد بتاثر سلبا عليهم؟ كثير مهم ان الاولاد يكون عندهم مجال يعيشوا طفولتهم ويعيشوا مراهقتهم الاولى ومراهقتهم الثانيه، يعني قبل 15 وما بعد ال 15 وقبل 19، انه يعيشوا الاعمار هذه كل نموهم. كمان نرجع كده التدريجي، نموهم يتلائم مع اعمارهم، وبنفس الوقت انه انت ام وانت اب ولو كنتوا مشهورين في عندكم واجبات الامومه والابوه، ولما قررتوا ان تنجبوا اولاد معناتها كمان بنفس الوقت هيدا ما بيكون على حساب اولادكم شهرتكم. فاذا هالشيء بصير نوع من مش الانانيه، السوبر انانيه، انه الواحد بيبخل بوقته او بوقته على اولاده، لانه عندي شيء اهم، لا بده يكون دائما الاهم هني اطفالي. اولادي المراهقين، بنتي مش ضروري كثير يفصلوا هالشيء، يعني هالحياه في اولويات، ولما بيرجعوا على البيت خلص يرجعوا انسان هداك مجال عمل. هلا كثير حلو الواحد منا يكون عم بيشتغل بمكان معين ما نحس انه شغل بالمعنى التقليدي، انه ولا يوم انا حسيت انه رحت على الشغل. ليه؟ لانه بحب كثير نوع شغلي، هيدا شيء كثير ايجابي وصحي، بس مش معناتها انه هيدا يتقدم على اطفالي او اولادي فيما بعد صاروا بعمر المراهقه او حتى فوق عمر العشرين. يعني انا اب انا ام طالما انا على قيد الحياه. دكتور رائد، الاشاعات اللي بتطلع عن الاشخاص المشهوره كمان كيف ممكن تاثر على الاولاد؟ يعني ولد بيسمع سمعنا انه ابوك صار معه هيك او امك صار معها هيك، اذا كانت اشاعه، وعلى الكوبلز كمان ما بس على الاولاد. صحيح. بالنسبه للاولاد اذا كانت اشاعه الواحد في تعاطى معهم حسب باي عمر، يعني بعمر السته والسبعه وما دون، اذا بيعرفوا وسمعوا وفهموا شو معناتها بقول لهم بس هذا شيء مش مزبوط، هذا شيء مش صحيح، لانه البابا ناجح كثير بحياتي ولانه الماما ناجحه كثير بحياتها. في ناس كثير بحبوا انه ما تكون ناجحه بيحكوا عنها شيء كذب. هلا فيما بعد بصيروا يفوتوا معهم عن تاريخ اللي طلع الاشاعه مع البابا او مع الماما. ليه هالجهه الفنيه طلع هذا فوق، بيصيروا بيستوعبوا، يعني على 10 سنين ممكن يستوعب، يمكن على 12 سنه يستوعب، بنصير نشرح لهم شو مصدر الاشاعه وليه هي عم تنقل. نصيحه اخيره دكتور المشاهيرين اللي بتحضرنا، المشاهير انه ما كل واحد شوي هيك يصير معروف اسمه ويفتكر حاله، صار كلمه نجوميه. انا انبسطت انه ما استعملت كلمه نجم ونجوميه بالمقابله. ايه ما استعملت، لانه كتار بيستعملها بيبقى بيحكي هيك بالمقابله وبقول يعني لا انا لما صرت نجم، لما اصبحت نجم، لا انا نجوميتي، يعني انه روق على وضعك، مين شوي شوي مين عينك نجم؟ بصير يحكي عن حاله كنجم. بقى بنقول للشباب والصبايا المشهورين انه نحن كثير سعيدين ومبسوطين لشهرتهم بمجال اعمالهم، لكن كل واحد روق على وضعه. مظبوط. بدي اتشكرك كثير دكتور رائد محسن، يعني ديناميكيه العلاقه مع شخص مشهور منها سهله، بتتطلب كثير من الدعم والتفاهم والثقه من قبل الشريك، وبالوقت نفسه ادراك من قبل الشخص المشهور لاهميه الفصل بين الحياه العامه والحياه الخاصه، وتطمين الشريك وخلق جو من الاستقرار. تصبحوا على خير.